إمام مسجد كبر لصلاة الظهر وقد نوى صلاة العصر وكبر المأمومون خلفه، ثم إنه تذكر مباشرة بعد تكبيره أن الوقت هو الظهر فأعاد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة المأمومين والمأمومون مستمرون على صلاتهم. سؤاله: هل يلحق الإمام شيء؟ وهل صلاة المأمومين صحيحة؟ كان الواجب عليه أنه ينصرف، ينصرف ويكبر، يعيد التكبير على أنه للظهر، يصحح الخطأ اللي حصل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الفقهاء يقولون وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، يعني بطلت الصلاة اللي هو فيها وبطل الذي نواه وانتقل إليه. نعم.